خليه هكا ناشف. وغنقول لكم واحد الطريقه زوينه كيفاش انه ما يسوسش معكم واخا يجلس مده طويله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بخوتي وخواتاتي والميمات ديالي. كنتمنى يا ربي فيديو اليوم يلقاكم وانتم في أحسن ظروف وفي سعادة دائمة. الله يعطيني ويعطيكم سلامة الوقت ويبعد عليا وعليكم شر الخلق. قولوا آمين إن شاء الله يا ربي. اليوم إن شاء الله حية زوينة غادي تعجبكم أنا متأكدة، لأنها دائما حية اللي في متناول ديالنا وكما كنقولوا تحت يدينا. خليكم معايا من بداية الفيديو إلى آخره، ما تنسونيش دعموا الفيديو. إلا ما بغيتوش دعموني أنا دعموا غير المحتوى. إلا كان بالتيبان لكم هادف وكتستافدوا منه دعموه بلايكاتكم بالبارتاج، وشكرا شكرا أكيد مليون مرة، وماشي غير مليون، الشكر مالي حد لهاد الدعم ديالكم. شكرا لكم يا اصحاب القلوب الطيبه. ما نطولش عليكم اكثر، نمشيو تعرفوا على محتوى الفيديو. اكيد كنتمنى لكم فرجه جد ممتعه. ونبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. اول فكره عندنا في الفيديو ديال اليوم وهي معلومه غادي نعطيها للنساء اولا هكا مبتدئات اللي كيمشيو يبغيو يتقداو الحوت ما تيعرفوش الحوت واش جديد اولا قديم. نعطيكم علامه وحده بعدا تعرفوه بها بانه ولد البحر ديال ديك الساعه. هو ملي كتلقاي الحوته معوجه بحال هكا، هانتوما كتشوفوا دابا السردينه، شوفوا كيفاش دايره. انا باش تتزلق انا دابا كنشدها من راسها، شوفوا كيعوجها، شفتوها ما مقاداش. هذه شنو وقع ليها باش تعرفي راها جديده؟ دابا تعرفوا ملي كتجبدوا كيتصيد تمتم الحوت كيبقى يفركل في الشبكه حتى كيموت. ملي تيموت كيموت هكا، تيموت هكا باقي معوج بإثر داك التفركيل اللي كيكون كيفركل هكا، كتعرفي الحوت باقي جديد. اما ملي كيبدا يطول، سمعوا القطط شموا ريحه الحوت، سمعتوا مياو تيتسناوني نعطيهم ملي كتشوفوا قلت لكم ملي تشوفوا هكا باش تعرفوه جديد باقي ما طالش. ملي كيطول عند مولاه في الصندوق وكيبقاو يديروا ليه التاج وداك الشيء، الحوته ما كتبقاش مكوفره بحال هكا، يعني عوجه كترخى كتهرى، كيولي هاري وكيولي هذيك الساعه نيشان، ما كتبقاش سردينه هكا معوجه. فهمتوني كيفاش؟ تما راه طايل عاد بلوس اللمعان اللي كيكون عينيه هكا كيبرقوا. ها نتوما شوفوا كيفاش كيلمعوا، شفتوا؟ وهاد نغانغو كما كنقولوا حنايا كيكونوا ماشي كحلين، لكن كحل راه مكبد فيه الدم وطايل وقديم، كيكونوا حمرين. ها نتوما معضو ما عرفتش اش كيبان لكم. ها شتو دائما تيفون ما كيعطيش اللون الحق ديالو كيف ما كتشوفوا العين المجرده في البلاصه. ها هو البنات راه جديد، عاد عاوتاني كيكون شويه قابط راسو، ما تيكونش مهرهر بفعل الثلج. هادشي اللي كاين البنات ما عرفتوش تضحكوا على كلمه مهرهر تحيه الاخوات اللي تيقولوا لي خليك على طبيعتك، المصطلح اللي على لسانك قولي. وفعلا البنات انا والله ما كنعرف نزوق الهضره، اللي طاح على لساني كنقولوا كنهضر عادي كما لو انكم جالسين معايا بدون زواق بلا نفاق. اللي جا فمي تنقولها، غير دائما نبقاو في اطار الاحترام وقولوا اللي بغيتو ونقول اللي بغيت. صافي البنات صافي، هذا هو الميزان، يعني ماشي شي وحده تشوفو معوج هكا وما تفهم والو، راه الحوت كيكون جديد وطري. يلا الناس مشيو، يلا الناس زوينه مشيو تاني المعلومه المواليه. وهنا يا البنات بغيت نعطي واحد المعلومه للمبتدئات فقط. ملي تكوني باغا تشحري البصله وفي زويته هكا باش تنزل بسرعه، ضروري ثم ضروري ترشيها بواحد شي شويه ديال الملحه من الديبار، يعني كترمي البصله كترشيها بشي شويه ديال الملحه، غير باش كديك الملحه كتخليها تنزل بسرعه اكبر اطول، لا بسرعه اكثر من قوليها بشويه لك غادي تخليها تنزل بسرعه على انك يكون ما كنتيش دايره الملحه، غتبقى شاده معك الوقت وصافي. ضروري تغطيوها، حتى ملي كنغطيو الحاجه راه كتنزل بسرعه. هذا ما كاينهمش ان شاء الله في حول الله المعلومه المواليه. وهنا يا البنات سمحوا لي بعد على الصوص ديال الصفاره استسمح، بغيت نعطي غير واحد المعلومه بسيطه للمبتدئات اللي كيديروا الدنجال وكيجيهم خايب، زعلوك بغيت نقول ماشي الدنجال، كيديروا الزعلوك وكيجيهم فيه واحد المذاق غادي للمروره غادي للمرار. النصيحه اللي نعطيهم هو الكمون ما ديريهش في البدايه ديال الطياب ديال الزعلوك. ملي تكوني كديري العطريه لا حتى يطيب ويسالي، وكيبقى الكمون كاخر مرحله، يعني حتى كيقرب صافي يتشحر، كيكون كيتشحر كيشرب ميبقاش فيه الماء ديال اللي كيطلق الدنجال،
وتما زيدي شويه ديال الكمون وزيدي شويه ديال القزبر ومعدنوس. يعني في الاول ديري وخلي واحد شي شويه هكا باش يبقى عاطي الجهد ديالو، وديري واحد شويه ديال زيت الزيتون وشوفي كيفاش غايجيك، غايجيك غزال. ليسونسييل هو الكمون كيمرر البنات وكيبان في الدنجال. صافي، نمشي مباشره للمعلومه المواليه. هنايا غادي نقول لكم بما اننا على مشارف الاشهر البارده، ها الخريف تابعوا الشتاء، اكيد كنا حنايا كنتبعوا الحاجه الاطباق اللي كتكون سخونه، ومنهم القطنيه، العدس، الحمص، اللوبيا، اكيد هذا الشيء كيكون حاضر على المائده ديالنا. وبزاف ديال الناس اللي كيكونوا كيبغيو الحمص ولكن للاسف كيضرهم، او اللوبيا او العدس كيضرهم في المصارن. الليله اللي تجيبي الحمص ديالك وتبغي تبيتيه مرطب بحال هكا في الماء، انا للاسف ما غاديش نكب عليه الماء لانه عندي ديجا في المجمده البنات ومبغيتش نفزقو، خليه هكا ناشف. وغنقول لكم واحد الطريقه زوينه كيفاش انه ما يسوسش معكم واخا يجلس مده طويله. المهم كتكبي الماء عادي بشكل عادي، انا درت الحمص كتكبي عليه الماء هكا، وديما نديروه زايد لانه هو راه ملي كيشرب، الا درتي غير الماء قليل راه ملي كيتنفخ وكيشرب كيبقاش عايم عليه الماء. ديما نديري بحساب كثر الماء باش واخا يشرب يبقى فايض عليه الماء. المهم علينا، كتشدي قطع ديال الخيار كديريهم هنا، الخيار كيساعد على امتصاص دوك الغازات اللي كتكون في الحمص، وبالتالي ملي كتاكليه ما كيضركش. صافي زوينين هكا بالخيار بالماء، ثلاثه المكونات خيار ما حمص ياك. صافي حتى من غد للغدا كتزولي هادو وكتغسلي الحمص ديالك وكطيبيه بصحتك وراحتك. الناس اللي عندهم الحمص في كميه كثيره وكيدير لهم داك الرامود اولا كيبدا يتقب كتكون فيه السوسه، انا اش كندير؟ بحال دابا جبت كيلو كنقبط نص كيلو كنفزقو ونغسلو ونديرو في الاكياس الخاصه بالمجمد ونديرو في المجمد. نهار شي نهار تجهيد الحريره ولا بغيت شي حاجه ولا وما نسيت ما ما ما, ما فزقش الحمص كيكون ديجا عندي في المجمد ياك، كنلقى سي فاصيل كنجبدو. النص قلت لكم هكا كندير ليه، النص الاخر كنخليه هكا ما مرطب ما والو، كنديرو غير في بلاستيكه وكنديرو في المجر ديال الخضره. الا بقى البنات في الثلاجه ما يسوس ما طرا ليه حتى شي حاجه، واخا يجلس حتى 6 شهور عام هكا ما يوقع ليه والو. طبيعه الحال في الاول كتنقيه وكتحيدي دوك الشوائب وداك الشيء وكديريه في بلاستيكه وديريه في صندوق، راه غير بلاستيكه غير صغيره، وديريه في ماشي فريغو، ديريه لتحت في الثلاجه مع الصندوق انا تنديرو مع الخضره كيبقى ليه مزيان البنات. صافي نمشيو ان شاء الله بحول الله المعلومه المواليه، وكنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معايا، ورجاء كذلك كنتمنى كذلك انكم اللي نسات اختها دابا من لايك فضلا وليس امرا فكرتك فيه ما تبخليش عليا به، الله يكبر بكم كاملين. وبهكذا خوتي خواتاتي والناس العزيزه على قلبي الفيديو ديالنا يكون سالا، كنتمنى منكم كنتمنى انه يكون راقكم وعجبكم، وكنتمنى كذلك ما تكونوش بخلتوا عليا بلايكاتكم. انا عارفكم صحاب القلوب الطيبه والكرم عندكم لا متناهي، اكيد ما غاديش تبخلوا على بنتكم واختكم وما غتبخلوش اكثر على المحتوى اللي تيكون هادف. انا كيبان لي المحتوى ديالي هادف والله اعلم، المهم نتوما خليوا لي رايكم، اكيد كيستافدوا منه الناس ولو معلومه ربع نص كما كنقولوا دائما ولا والو. شكرا لكم الناس زوينين، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.